تفقد مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شايع صباح اليوم إدارة شرطة المرور بالمحافظة، حيث اطلع على الجاهزية العامة لأفراد شرطة السير. وخلال الزيارة وجه مدير أمن عدن اللواء شلال كلمة توجيهية لضباط وأفراد شرطة السير. هناك حيثما سقط شهداءنا أحرار عزل السلاح، فسلاحهم كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم وثقتهم بتلك الثقة التي منعهم شعبهم، إلا أرادوا أن يكونوا مشاركين في ذلك النصر الذي حققت المقاومة قوة مكافحة الإرهاب في مطاردة كل من ارتكب جرائم القتل، الذي كان المراد به هو تعكير صفاء الانتصار، وأن نعود إلى تلك المناطق السوداء. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي بالفعل قدمت العون والمدد، فقد استطاعت دولة الإمارات أن تأخذ بيد تلك المؤسسات التي بالفعل قررت القول بالفعل، وكانت إدارة المرور في المقدمة بأن تصون وتكون عند الأمانة لتلك الوسائل التي قدمت من دولة الإمارات بذلك المدد السخي الذي لن يتوقف، هو يتوقف في حالة واحدة إذا كان المدد يعبث به المؤسسة التي تمنع تلك الدعومات فيتوقف الدعم، وعندما يكون تقارير الإنجاز في طور الامتياز يستمر الدعم المضاعف، فلن تكون تلك الوسائل فقط معدة للأخذ بيد هذه الإدارة، فهناك الكثير والكثير قادم، ونحن نثبت لهم من أن رجال المرور مثل ما تعدوا تلك المسميات الإرهابية سيعودوا، وتكون هذه الإدارة هي عروسة الوطن العربي من خلال أداء كوادرها وجنودها. هذا وقد قام اللواء شلال شايع مدير أمن عدن بزيارة الأقسام التابعة لشرطة السير وإدارتها، واطلع من قبل مدير شرطة السير العقيد جمال ديان على سير الأعمال في الإدارات التي تقدم خدماتها للمواطنين. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.